ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جنين نزار نزال، المختص في الشأن الإسرائيلي والباحث في قضايا الصراع. أستاذ نزار، صباح الخير. صباح الخير أستاذ حسام، لك وللسادة المشاهدين. إذن تطورات متلاحقة ومتسارعة تنذر بأن الحرب في غزة قد يطول أمدها، ولا أمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ظل المعطيات الرهينة. بداية، ما هي قراءتكم للتطورات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة؟ بالتأكيد الحرب مستمرة على قطاع غزة. نتنياهو حتى الآن هو لا يقبل على الإطلاق، وليس لديه آذان صاغية للتعاطي والتعامل مع أي رؤية سياسية طرحت هنا وهناك. لاحظنا كيفية التلاعب فيما يتعلق بالصفقة وتفاصيل الموافقة على الصفقة، كلما كان هناك رد إيجابي أو الاقتراب من اختراق ما يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين ووقف الحرب، نتنياهو يقوم بوضع العصا بالدواليب ويضع العرب أمام الحصان. وأعتقد أنه يفجر المفاوضات كلما حان الوقت أو كلما كان هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق. يوم أمس كان هناك مشادة كلامية ما بينه وما بين بايدن الرئيس الأمريكي، هذا يعطي دلالة على أن نتنياهو يخدع الجانب الأمريكي في تصرفاته التي من شأنها أن تؤدي إلى فتح جبهة، فتح حرب إقليمية في المنطقة. نعم، طيب سنعود إلى هذا الموضوع، موضوع يعني بايدن ونتنياهو، سنعود لاحقا. لكن الآن ماذا عن سلسلة الاغتيالات التي حدثت في الآونة الأخيرة وكلها لرموز في حركة حماس؟ برأيكم ما هو تأثير ذلك على حركة المقاومة الفلسطينية؟ لأنه في غضون أيام تلقت الحركة ضربات متتالية موجعة، خاصة من خلال تصفية رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. حركة حماس هي حركة مؤسسات وغياب شخص هنا وهناك، لا أعتقد نهائيا كوني من المتابعين للشأن الفلسطيني أن يؤثر إطلاقا على أداء الحركة. لاحظنا أن إسرائيل اغتالت أعمدة كبيرة في الحركة، بدءا بالشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة والرمتيسي وصلاح الشحادة وأحمد الجعبري. موضوع الاغتيالات هذه سياسة قديمة تستخدمها إسرائيل ولديها سجل حافل في موضوع الاغتيالات. الاغتيالات الأخيرة التي حصلت سواء كانت في طهران أو في قطاع غزة بتقديري الشخصي ولا أعتقد نهائيا أن تؤثر على أداء الحركة، حتى أن جنرالات في الجيش الإسرائيلي وفي الأمن الإسرائيلي ومن المتابعين والمحللين الإسرائيليين لامون نتنياهو على هذه الاغتيالات التي من شأنها أن تصعد الأمور، واعتبروا ذلك إفلاس واعتبروا ذلك لا ممكن أن يؤدي أو يفتح جبهات أخرى. وبالتالي أعتقد أنا من وجهة نظري أن الاغتيالات وغياب شخصيات وازنة في الحركة لا تؤثر إطلاقا لا على مجرى الحرب ولا على مجرى السياسة، وبالتالي تزيد من تعنت الحركة فيما يتعلق بالمفاوضات. هي لا تساهم إطلاقا بوقف إطلاق النار ولا بذهاب المفاوضات إلى نقطة ممكن اعتبارها تحول في المواقف، خاصة أن اغتيال هنية تحديدا، إسماعيل هنية تحديدا، هذا الرجل هو الرجل المعتدل أو الأكثر اعتدالا في حركة حماس، وغيابه أعتقد أنه سيؤثر على المفاوضات وسيكون هناك حالة من التعنت من قبل الحركة فيما يتعامل بالمطالب التي فرضتها. غياب شخصيات وازنة في الحركة لا يؤثر قطعا على الحركة بسبب كون الحركة حركة مؤسسات وليست حركة الشخص الواحد. نعم، طيب الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووقوفه إلى جانب تل أبيب في أي تصعيد عسكري محتمل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى مصادر أمريكية تعلن أن بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة. كيف تفسرون تضارب الأقوال هذه؟ بالتأكيد يعني إسرائيل هي قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية وهي نجمة في العلم الأمريكي، ونتنياهو أجبر الولايات المتحدة الأمريكية ولم يعد هناك الموضوع موضوع انغماس في الأحداث التي تدور. نتنياهو يسعى إلى جر رجل الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب ضروس في منطقة الشرق الأوسط لتخلصه من كل عقد المقاومة، بدءا بغزة مرورا ببيروت إلى دمشق إلى بغداد إلى صنعاء إلى طهران. أعتقد أن بايدن اليوم أصبح موجود في قلب النار وفي قلب الدخان، وأعتقد أنه أجبر على ذلك. وموضوع الحديث الذي دار يوم أمس اعتبره المراقبون أن نتنياهو قد خدع الديمقراطيين عندما زار الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن بايدن هو من أطلق رؤية سياسية وقال أن هذه الرؤية هي رؤية إسرائيلية قد صيغت
في تل أبيب ونتنياهو قد تنكر لها. الديمقراطيين اليوم يعتقدون أن نتنياهو لم يعد إطلاقا الولد المؤدب وهو يشاكس ما السياسة الأمريكية، ولكن الأمريكان مجبرين كون إسرائيل هي حليف استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأي إشكالية هنا وهناك على لا أعتقد أنها ستؤثر على طبيعة العلاقات الاستراتيجية ما بين الدولتين. هناك ضمانة أمريكية بالحفاظ على أمن إسرائيل، وأمريكا انغمست وأجبرت على الدخول إلى هذه الميمعة في منطقة الشرق الأوسط. طيب أستاذ نزار، واشنطن تعلن أنها تستعد للمصادقة على إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية، وذلك عقب اغتيال هنية في العاصمة طهران مؤخرا. برأيكم هل هي مؤشرات لاندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة؟ بالتأكيد الأمور تتفاقم شيئا فشيئا، ومنذ اللحظة الأولى ومنذ أكثر من 8 شهور قلت أن الحرب لن تبقى حبيسة قطاع غزة، وأن الحرب ستخرج إلى حدود ما بعد فلسطين، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي النفوذ اليوم مقلص، لا تستطيع أن تشكل حلفا على شاكلة عام 1991 وعام 2003 ضد النظام العراقي. الولايات المتحدة الأمريكية لديها ملفات ساخنة مثل ملف تايوان، ملفها مع الروس، أوكرانيا، هناك الكثير من الملفات الساخنة والثقيلة. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نفوذها ليس كالسابق، وقدراتها في التعامل والتعاطي مع الملفات في المنطقة ليس كالسابق. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة التي ستندلع الحرب، فيما لو اندلعت الحرب، وأنا من المرجحين أن الحرب ممكن أن تكون قريبة جدا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحدث بعض سياستها يوم أمس وقالوا أننا لسنا قادرين على تشكيل حلف يحمي إسرائيل. في كل مرة في 14 من إبريل الماضي كان هناك حلف من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا من أجل الدفاع عن إسرائيل أمام 31 مكذوب قد ألسيت إلى إسرائيل من قبل إيران، ولكن أعتقد أن الرد الإيراني منسق هذه المرة مع الحوثيين في اليمن ومع العراقيين ومع حزب الله، ولكن اللاعب الأكبر الذي ممكن أن يؤثر فعلا هو حزب الله كون الجغرافيا تخدمه وهو قريب جدا من الحدود. والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد فيما لو إن غمست فعلا في توجيه ضربات إلى إيران أو إلى حزب الله، أعتقد أن كل القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ستكون عرضة لضربات حلفاء إيران في المنطقة. هناك اليمن، هناك العراق، هناك سوريا، هناك بيروت، وبالتالي أمريكا اليوم أمام معضلة كبيرة أعتقد أنها لن تستطيع أن تخرج منها فيما لو ذهبت برجلها إلى هذا الوحل وإلى هذا المستنقع الجديد في الشرق الأوسط. من جنين، نزار نزال المختص في الشأن الإسرائيلي والباحث في قضايا الصراع، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات والإضاءات حول موضوعنا اليوم.